طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الإعدادي لغات، برحب بيكم ولقاء بيتجدد مع مصر التعليمية، ودايما في خدمتكم وبيكون معاكم إجلال واصف. بنحاول نتابع مع بعض النهاردة آخر سيشن في المنهج بتاعنا اللي بيتكلم عن الألجبرا. طبعا عايزة أنوه قبل ما نشتغل، أنوه عن إيه؟ إن إحنا طالما قلنا إن دي آخر سيشن، فأنا عايزة أقول لك إن السيشنز المقبلة إن شاء الله هي أهم بكتير جدا جدا من اللي فاتت. ليه؟ لأن إحنا هنبتدي من السيشن الجاية إن شاء الله نبتدي نتعرض للإيه؟ الإكزامز. تعالى نحل مع بعض الإكزامز دي من الأسبوع المقبل، وهيكون لينا طبعا يعني أشكال مختلفة من البروبلمز، في حاجات أنت تعرضت لها وفي حاجات أول مرة بتتعرض لها. عشان كده بنقول دايما دايما لما بنخلص المنهج بتاعك بيبقى أهم من إن إحنا نخلص المنهج إن إحنا نشتغل على إيه؟ على الإكزامز. فعايزة أنوه على أهمية الحلقات القادمة إن شاء الله إن إحنا نتابعها ونحاول نحافظ عليها حلقة بحلقة. حتى لو ما تابعتناش أونلاين بتقدر تتابعنا إيه؟ إن شاء الله يوتيوب. طيب تعالى النهاردة نشوف هنختم كلامنا بإيه في الألجبرا. السيشن اللي فاتت اتكلمنا وقسمنا الستاتستكس بتاعتي الجزئين. الجزء الاولاني كنا بنتكلم فيه عن المين وعن المود. اتكلمنا عن المود في الاول وقلنا ان المود ده it's more repeated a numbers، تمام؟ اخدنا sum of values وشفنا ترى مين اللي repeated فيهم، فعرفنا ان ده it's mode. بعد كده اتعرضنا لمين، اتعرضنا لفريكونسي. الفريكونسي بتجيلي في شكل ايه؟ في شكل تيبل. وعرفنا بعد كده ازاي احنا بجرافيكلي بتاعي ان انا اعبر عن المين عن المود واطلع الايه الفاليو اوف ايه اوف مود. طبعا اشتغلنا عليها وكان الجرافيكلي بتاعي في شكل مميز، تمام، وطلعنا منه ايه المود بتاعي. نقدر نرجع لايه للسيشن السابقه. طيب بعد كده اتكلمنا عن ايه؟ عن المين، وقلنا ان المين بتاعي هو عباره عن ايه؟ عن السم اوف فاليوز over a over the number of a this values. دي لو انا عندي ايه some values. طب امال لو عندي frequency وجاي لي طبعا في شكل table، كنا بنعمل ايه؟ هنا كنا بنعمل table جديد وكان بيتكون من ايه؟ بيتكون عندي من السيتس، وبعدين كنا بنجيب center of a offsets. طبعا السنتر كانت اهم جزئية جدا لان انت ما بتتعاملش مع السيت مباشرة، انت بتتعامل مع مين؟ مع السنتر offset. بنحصل على السنتر ومعاك الاف اللي هي مين الفريكوانسي اللي هي السكند نمبر ان ذا تيبل، كويس. وبعد كده بنقول ان الاكس تايم الاف وبجيب السم بتاعهم، وبيبقى المين بتاعي عباره عن ايه؟ السم للاكس تايم اف اوفر النمبرز اوف ايه اوفسيتس. ده كان ريفيجن سريع على السيشن ايه السابقه. طيب النهارده هنشتغل على ايه؟ احنا قلنا ان السيشن اللي فاتت اتكلمنا اكسبت مين؟ الميديانز. عشان كده النهارده شغلنا مع الميديانز. تعال معايا نشوف الميديانز بيتكلم عن ايه. طبعا من اسمه، هو اسمه ميديانز يعني جاي في شكل وسطي، حاجه جايه في الوسط. طيب هسالك يا ترى الوسط ده ممكن لما ادي لك اني نمبرز تحدد الميديانز مباشره؟ هقول لك ستوب، لا استنى، عندك الكلام كده مش مظبوط. انا علشان احصل على النمبرز ان ميديانز او اللي في الوسط تماما لازم تعمل لي ايه؟ ايوه كده، لازم نعمل ايه؟ لازم نعملها اسندنج اور ايه ديسندنج. طب هنتفق يا ميس نعمل ايه؟ هنتفق نعملها ايه اسندنج. يبقى انت دلوقتي اول حاله عندي ان انا يكون معايا سم ايه سم فاليوز. اول خطوه عندي ايه واهم خطوه ان احنا هنعملهم ايه؟ تمام، اسندنج. بعد ما انا عملت لهم اوردر اسندنج، دلوقتي هبتدي اشوف يا ترى فين الميديانز بالظبط، فين الرقم او النمبرز اللي هو ايه ان ذا ايه ميدل اللي هو ايه في الوسط. تعالى معايا نشوف، لان في حالتين عندي. في حاله عندي ان يكون النمبرز اوف فاليو اتس اود، فالاود 5 هلاقي فيه 2 اند 2 اند ذا ميدل ايه نمبر، تمام. وفي حاله ثانيه ان هي تبقى ايفن. طب الايفن هتصرف فيها ازاي؟ يلا بينا نشوف. تعالى معايا نشوف ذا ميديان وهنتكلم عليه. هنقول ايه؟ بنقول الميديان اوف سم فاليوز. طبعا احنا اتكلمنا وقلنا ان كل جزئيه احنا بندرسها هذا العام بتتكلم عن مره عن سم فاليوز ومره عن ايه فريكوانسي. طيب هنا هبتدي اتكلم لما يكون اود نمبرز، دي طبعا اتس ايه اتس ايزي.
انا هاخد معايا 85392. هسألك سؤال، يا ترى دي كده ascending order؟ طبعا لا. فهنعمل ايه؟ اكيد لازم نعمل لها ايه؟ ascending order. تبقى 2, 3, 5, 8 and 9. طبعا واضح هنا ان انت هتيجي تدور فين يا ترى النمبر اللي هو في الميدل. بص معايا كده اهي، موجود عندي مين؟ الفايف. تمام، يبقى انا عندي هنا الفايف ان ذا ايه؟ ان ذا ميدل. طيب يا ترى الاوردر بتاعه يعني ايه؟ الاوردر الميز بتاعه يعني ترتيبه، هو واقف نمبر كام؟ يعني انا اقول هنا فيرست سكند ثيرد فورث فيفث، يبقى هو هنا فين؟ اتس ايه؟ ثيرد. يبقى ده الاوردر ايه بتاعي. يبقى انا من هنا بقول ان الميديان بتاعي ايكوال 5 اند اتش اوردر از ثيرد. طب عايز اسالك سؤال، لو ما كناش احنا عملنا الاسندنج ايه اوردر بتاعي، يا ترى كان هيطلع مين الميديانز بتاعك؟ بص كده معايا، كان هيطلع مين؟ 3. عايز انبهك لنقطه ان احنا لما بيكون هو حاطط لنا في تشوزز، بتلاقي من ضمن التشوز بتاعتي دي مين؟ 3 اند الفايف. يعني برضو معمول حساب ان انت لو هتدور على الميدل نمبر وزود اوردر اسندنج هتبص تلاقيه هو مين؟ 3. معمول حساب الخطا ده ومحطوط لك نمبر 3، لكن طبعا الطالب الصاحي معانا وعارف ان احنا لازم ولابد ان احنا نعمل عندي اسندنج اوردر للنمبرز بتوعي او للفاليوز بتوعي، يبقى انا هيظهر مين؟ برافو عليك، هيكون ايكوال ايه؟ 5. لكن في الحالتين هيكون الاوردر بتاعه ايه؟ اتس ثيرد. طيب هنشوف لو انا عندي ايفن، طبعا هي واضحه بالنسبه لي لو هو اود. طب لو ايفن هنعمل ايه؟ طبعا هنشوف لو هو ايفن يا ترى هعمل يميس الاسندنج اوردر او نو. لا دي خطوه احنا متفقين ان هي لابد منها، ما ينفعش اجيب الميديان بتاعي من غيرها. يبقى انا اول حاجه عندي بعمل مين الاسندنج اوردر بتاعتي، وهقول 1, 4, 6 and 9. طيب تعالى معايا نشوف يا ترى انا هعمل ايه. طب دول كده 2 and 2، طب فين الميدل؟ الميدل المفروض يكون بتوين مين؟ 6 and 4. طب انا اعمل ايه في الحاله دي؟ لا في تصرف طبعا، بنقول ان انا هاخد 6 + 4 ÷ كام؟ ÷ 2. يبقى انا بجيب كده الميدل بتوين مين؟ 6 and 4، اللي هي بتطلع معايا ايكوال ايه؟ ايكوال 5. طيب يا ترى عندي هنا الاوردر ايه؟ طب الاوردر هنا مش واضح، يا هو الثيرد ولا الفورث ولا ايه؟ هقول لك لا، هو بتوين مين؟ بتوين السكند اند الثيرد. طب تعالى نتاكد مع بعض كده، هنا دي كانت مين؟ السكند. السكس كانت مين؟ الثيرد. وهو بتوين لمين؟ ايوه برافو عليك، السكند اند الثيرد. عشان كده بنقول اتس اوردر بتوين سكند اند ثيرد. في الحالة دي بيجي سؤال قبل ما اروح للايه؟ للميدل اون ايه فريكونسي. في سؤال لطيف قوي بيسالك وبيقول لك ايه؟ يا ترى لو انت معاك الاوردر اوف ايه؟ اوف ميديان، وعايز اشوف النمبر اوف فريكونسي. لو انا قلت لك ان الاوردر اوف ميديان از ثيرد، طيب تعالى معايا هنمشيها كده حته حته لانها سؤال جميل جدا. بيقول هنا لو انا عندي الميديان بتاعك اتس ايه؟ ثيرد او فورث. احنا خدنا الثيرد وعرفنا ان النمبرز بتاعه كان ايه؟ ايكوال 5. طيب انا عايزه اشوف الفورس، يعني انا عندي هنا لو هو الفورس وهنقول سي ان ده بيرسون وهو ده الميديان بتاعي، وهنقول ان هو فين؟ الفورس. طب معنى ان هو فورس ان كان قبله ايه؟ برافو عليك، فيرست والسكند والثيرد. طيب يا ترى الافتر بتاعه كان ايه؟ كان ذا سيم. هنا لما ده فورس يبقى هنا ايه؟ فيفث، ها سيكس اند سيفنس. يبقى انا عايزه ايه؟ عايزه احصل على النمبرز اوف ايه؟ اوف فاليوز. تعالى بقى نشوف معايا النمبرز اوف فاليوز كده كلهم مع بعض ايكوال ايه. يلا بينا نقول 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. يبقى النمبر عندي في الحاله دي ايكوال ايه؟ ايكوال 7. لما كان عندي هنا الميدل اتس ايه؟ فورس. الميدل عندي اتس فورس ايه؟ اوردر. يبقى انا لما يكون عندي الفورس يبقى الفيرست زي مين؟ زي ايه؟ او نقول البيفور ايكوال الايه؟ الافتر. يبقى انا بحطه في الميدل، والبيفور نمبرز ايكوال ايه؟ الافتر ايه؟ نمبرز. لو عملتها تاني وشفت لو معايا نمبر سي ذا سيم والميدل بتاعي
ادي الميدل بتاعي، وهقول ان الميدل في الحاله دي اتس فيفث. تعالى معايا نشوف الفيفث، يبقى انا عندي هنا البيفور والافتر. تمام، البيفور لما دي الفيفث يبقى انا عندي ايه؟ 1 2 3 4 and 5 كده 4. يبقى البيفور بتاعهم الافتر بتاعهم كام؟ ذا سيم 4. 1 2 3 4. تعالى نشوف النمبر بتاعي بقى ايكوال 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى انت ايه؟ ايكوال 9. ودي بتبقى من الاسئله اللي بتحتاج منك شويه تفكير بسيطه جدا لو اداني الاوردر اوف ايه ميديانز وطالب مني ذا نمبر اوف ايه اوف فاليوز. ده بالنسبه للايه ميديانز اوف ايه اوف سام فاليوز. طيب عرفنا دلوقتي بنعمل ايه لو هي اود ولو هي ايه ولو هي ايفن. لو هي اود عرفنا ان احنا اول حاجه بعمل ايه اسندنج اوردر وبعدين اشوف ذا نمبر اوف ايه اوف ميدل. لو هي ايفن برضو ascending order وبعدين بلاحظ ان انا عندي هنا الميدل بتاعي between two numbers. تمام، يبقى انا بقول ان الاوردر between the two numbers عندي second and third الفورث and the fifth زي ما بلاقيه بالظبط. وعشان احصل عليه بقول sum two numbers divided كام؟ divided two. طيب تعالى معايا هنا بقى الشغل بتاعي الحقيقي لما بيجي يطلب مني الميل ايه لفريكوانسي. الفريكوانسي بتاعي بيجي على شكل ايه؟ بيجي على شكل تيبل. طيب هحصل عليه ازاي؟ انا عندي طريقة الحصول عليه هتبقى في ثلاث اتجاهات. اما ان انا هعمل التيبل وهبتدي اشوف الابر اوف ايه اوف كيرف وده ليه تيبل خاص بيه. اما ان انا هعمل تيبل وهشوف اللور اوف ايه اوف كيرف واقدر احصل عنه برضو من الميديان. طيب يبقى انا عندي هنا اما احصل من الابر كيرف، تمام، يبقى انا وصلت كده للميديان، يا اما اللور كيرف واحصل برضو من الميديان. الثيرد بقى هعمل ايه؟ ان انا من التو بقى من التو كيرفز اوصل لمين؟ للميديانز. يعني انا ممكن ارسم معايا او اشتغل على الابر واللور واوصل منهم للمين؟ للميديانز. يبقى انا ممكن اشتغل على حاله من الحالتين وممكن اخد الحالتين معايا واطلع منهم برضو ايه؟ الميديانز. هنيجي نشتغل مع بعض ونشوف هنعمل ايه في التيبلز موجود عندي ده التيبل ونشوف يا ترى السيتس ديت والفريكوانسي هنعمل فيهم ايه. يلا بينا احبائي نشوف. انا عندي هنا تو تيبلز، ماشي، هبتدي اشتغل مع مين؟ مع ايوه هشتغل مع الابر. طيب هبتدي اشوف الابر، وعشان اشوف الابر انا هحط قدامك برضو ايه؟ هنحط قدامك التيبل هو هو. طيب تعالى نشوف التيبل علشان يشتغلوا مع بعض. هنا الصوره الكامله للتيبل والريزلت بتاعتها، لكن تعالى معايا هنا نشوف احنا هنعمل ايه بالظبط. يلا احبائي نشوف شغلنا ده شكله ايه. ده ذا سيم تيبل، هو نفس اللي موجود عندك، لكن احنا كل اللي احنا عايزينه دلوقتي ايه؟ نشوف يا ترى النمبرز اللي موجوده عندك دي بتتكلم ازاي. هتلاحظ هنا ان احنا بنقول ايه؟ هو ابر، يعني انا عايز الايه؟ النمبر الاوفر، عايز النمبر اللي فوق كذا. خلاص؟ طيب هنا هقول هنا less than zero. طيب تعال نشوف يا ترى لو دول عندي كده ايه students وده set of ايه marks. طيب عايزه اشوف يا ترى، انت هتسال يا ترى المارك بتاع كل واحد ايه. انا هبتدي اسالك يا ترى مين جاب اقل من الزيرو، مين اجاب اقل من التاني، مين جاب وبعدين نشوف ايه، نشوف هنشتغل عليها ازاي. يلا بينا، ادي التيبل قدامي وهبتدي فين؟ في الفيرست تيبل بتاعي. الفيرست تيبل بتاعي بيقول لي less than zero. يا ترى في حد عندك؟ طبعا انا بسالك منين؟ بسالك من السيتس، والاجابه عندك انت بتجاوب عندي منين؟ من الفريكوانسي. دي مهمه جدا، السؤال دايما بيبقى في السيتس والاجابه دايما بتبقى فين؟ من الفريكوانسي. دي مهمة جدا انت تعرف انا بسألك منين والاجابة بتطلع منين. يبقى انا همسك كده الرولر بتاعتي وابتدي اجاوب كل جزئية هبتدي اجاوبك فيها. طيب يا ترى عندي less than zero، يا ترى انت شايف اني نمبر عندك؟ مفيش، يبقى عندي لازم كانت تطلع بايه؟ بزيرو. يبقى احنا مع بعض يلا بينا نحط النمبرز بتاعتي. يبقى less than zero انا ما شفتش اي حد جاب اقل من مين؟ من الزيرو. طيب هيبتدي يسألني less than 10، يبقى انا هخبي مين؟ هخبي ال 10. طيب less than 10، يا ترى مين اللي عندي less than 10؟ واضح اللي هو مين؟ اللي هو ال 2. واضح جدا، خد بالك انت
بتخبي مين؟ بتخبي النمبر اللي موجود عندك. يعني انا قلت هنا لزان 10، يبقى انت هتاخد النمبر اللي ايه؟ اللي قبل ال 10 على طول، اللي هو مين؟ ال 2. يبقى انا عندي مين؟ 2. طيب بعد كده بيقول لي لزان 20، يلا نروح لل 20. انا هداري ال 20 خالص، هخبيها وهبتدي اخد. يا ترى هاخد ال 5؟ لا، ده انا هاخد كل الناس اللي حصلوا على درجات اقل من مين؟ اقل من ال 10. طب مين عندي؟ في عندي 2 students and 5A students. يبقى انا عايزه all students، تمام؟ يبقى انا في الحاله دي هقول له ان 5 plus 2 equal 7. طب يلا نروح تاني لمين؟ للنمبرز اللي وراه، اللي هو مين؟ بيقول لي ليزان كام؟ 20. يلا ليزان 20، يا ترى ليزان 20 هيبقى قد ايه؟ بص بقى معايا، معايا ال 2 ومعايا ال 5 and 8. يبقى انت هتعمل صم لكل اللي موجود ايه عندك، اللي هو 2 بلس ال 5 اند ال 8، اللي احنا هنلاقيها كام؟ 15. واحنا ماشيين مع بعض بنعمل صم للكل. يبقى انا خد بالك احنا ماشيين اهو. بعد كده بيقول لي ليزان كام؟ 30. يلا بينا ليزان ايه؟ 30. يبقى ليزان 30 هعمل صم كمان لمين؟ هزود مين؟ هزود معايا مين؟ ال 19. طبعا لما ازود ال 19 هبص الاقي النمبرز بتاعتي بقت كام؟ 34. طب يلا بينا نزود كمان، انا عايزه ليزان كام؟ 40. يلا نشوف ليزان 40، يبقى انا كمان هزود مين؟ 14. هعمل بلس ايه؟ 14 بلس 14 هتديني ايه؟ 48. يلا بينا ناخد اخر حاجه عندي، اللي هي ليزان كام؟ 50. الليزان 50 طلعت بكام هنا؟ 50. ليه؟ لان انا ما عنديش ولا طالب جاب ال 50 اوفر 50، تمام؟ يبقى انا عندي هنا، يا ترى طالما بديت الليزان بالزيرو وانتهيت بالفيفتي، يبقى انت كده التيبل بتاعك ده ايه؟ ده صحيح. طب تعالى معايا نشوف اللور. هبتدي اقول يا ترى مين جايب زيرو اور مور، يعني اللي جايب زيرو وزياده عليه. طب تعالى نشوف كده، هنبتدي نفس الكلام، بس المره دي هبتدي احط عندي الفيفتي واعمل ماينس لمين؟ للفريكونسي. يعني هبتدي اقول 50 minus 2، 50 minus 5، تمام؟ 50 minus هبتدي اخد ال 2 وال 5 اللي هما ايه؟ 7. يبقى انت كل مره هتبتدي تقول 50 minus للايه؟ للفريكونسي اللي موجوده عندي. اول جزئيه عندي هنقول يا ترى 50 minus 0، لان مفيش هنا عندي حاجه، تمام؟ يبقى اللي هي هتديني ايه؟ هتديني 50. طيب 50 minus 2، تعالى معايا 50 minus 2 اللي هي ايه؟ 48. طب حطي انا كده 2، هقول 50 minus 5، لا احنا اتفقنا ان احنا بناخد ايه؟ all numbers، احنا ماشيين ايه؟ ال 2 مع مين؟ مع ال 5. هقول 50 minus 7 اللي هتديني ايه؟ 43. بعد كده هاخد معاهم ال 8، يبقى 50 minus كام؟ 15، اللي هي هتظهر معايا لمين؟ 35. بعد كده هاخد معاهم ال 19، هتبقى عندي 50 minus ايه؟ 50 minus 34 اللي هي هتديني 16. برافو عليكم، خلاص انا خدت كده. هبتدي اشوف عندي يا ترى بعد ال 14 هاخد ايه؟ هقول 50 minus كام؟ برافو عليكم، minus 2 هتديني 48. اخر حاجه عندي هتبقى 50 minus ايه؟ minus 0. طب 50 minus 0 اللي هي هتديني ايه؟ اللي هي هتديني، اللي هي 50 minus 50 هتديني 50، وهنا ديت 50 minus 48 هتديني 2. طيب عايزه اقول لك على حاجه هنا، طب انا ميز اتلخبطت زي ما حصل كده، ودي طبعا مقصوده، طب نعمل ايه؟ بص بقى معايا، هعلمك ازاي تعمل الابر ومنه توصل على طول لمين؟ للور، تمام؟ عشان ما توصلش لاي خطا نعمل ايه؟ انت وصلت دلوقتي للابر كيرف بتاعك والنمبرز بتاعك اكزاكتلي مظبوط، مفيش عندك ايه؟ اي اخطاء. هتبتدي تعمل ايه؟ هتبتدي تقول ان معاك التوتال بتاعك كام؟ 50. وهنبتدي ناخد ال 50 ماينس النمبرز اللي انت ايه طلعتها. من هنا مش هيظهر عندك اي اخطاء هنا، تمام؟ يلا بينا نبص كده اهي، 50 ماينس 0 50، 50 ماينس 2 48، 50 ماينس 7 43، 50 ماينس 15 ها 35، 50 minus ايوه 34 16. هنا لما تيجي تقول بقى ان 50 minus 48 بالتاكيد لازم تطلع معاك ايه؟ تطلع معاك 2. يبقى انت لا يمكن نغلط لو احنا شغالين بالطريقه دي. طيب 50 minus هنا هنقول 50 اللي هي هتديني ايه؟ برافو عليك، اللي هي هتديني ايه؟ 0. يبقى انت كده اكيد ماشي ايه صح.
يبقى احنا عشان نحافظ على نفسنا من الخطأ في الجزئية دي، ان انا احصل على الابر وبعدين منه اوصل مين للور ايه كيرف، ويبقى انا بالنسبة لي هنا حافظت على نفسي من ايه، من الاخطاء. طبعا موجودة عندك النمبرز هنا واضحة تمام، وتقدر تشتغل عليها، بس انا حبيت اوريك احنا بنشتغل ازاي، ولو عندي خطأ احاول اتداركه ازاي واوصل له. طبعا بالطريقة دي انت مش هتغلط. طب يا ميس عايزين نعمل، طبعا انا علشان الوقت عاملين ايه رسمة جاهزة معنا، وهنشوف يا ترى الرسمة الجاهزة دي معانا بتقول ايه. بص معايا هنا، احنا عملنا الابر كيرف تمام، بص بقى معايا نحاول نظبطها. تظبط ازاي كده؟ اعتقد كده ظبطت شوية تمام. وهنقول يا ترى احنا لو عايزين هنا، واضح ان اللي باللون الريد بتاعي اللي هو مين، الابر. ليه سميناه ابر؟ لان هو بادي من السمولست نمبر وطالع لمين، للجريتست ايه نمبر. ليه سمينا ده اللور؟ لان احنا بدأنا من الجريتست نمبر والكيرف بتاعي نزل لغاية مين، اللوست ايه نمبر. الكيرف بتاعي واخد الشكل اللي ايه بيعبر عن الكلمة اللي معاه. هنا بديت ابتدي اعمل ايه، اعمل جرافنج للايه، للتو تيبلز بتاعتي. لما تيجي تعمل جرافنج للتو تيبلز دي بالنسبة لي اسهل، لان انا الانترسكت هنا، الانترسكت بوينت هي دي اللي انا محتاجاها، اللي فيها مين، الميديز. لما هاجي هنا هلاقي الانترسكت بوينت بتاعتي اهي، وهاجي بالمسطرة او برولر بتاعتي وانزل بيها زي ما انت شايف كده، هنزل بيها الاقيها بتشاور لي على النمبر. النمبر واضح ان هو ايه، اوفر 35، يعني تقريبا 36. يبقى احنا هنا الميديان بتاعي ايكوال ايه، 36. يبقى انت بتجاوب بتقولي ان الميديان ايكوال 36. لا طب بس هي هنا 36 ممكن تكون زياده شويه اقل شويه، نعمل ايه؟ يبقى في الحاله دي اقول له نيرست. في الحاله دي انا بقول له ايه، تقريبا او ابروكسيميتلي. يبقى approximately ايه 36. ويبقى انت عرفت دلوقتي توصل ازاي. طيب لو انا واخد الابر بس او اللور بس، هاجي هقول هنا ان النمبر بتاعتي ايكوال ايه، النمبر ايكوال 50. هنا بان النمبر ايكوال 50. يبقى انا علشان اجيب الاوردر بتاع الميديان هقول الاوردر بتاعي هيبقى 50 divided 2 ايكوال 25. يبقى انا هاجي هنا من عند 25 وهمشي اهو، ادي 25 بتاعي، واول ما اوصل للابر او اللور هاخد اللاين بتاعي وانزل بيه تحت علشان اشوف يا ترى دول هيدلوني على ايه، على النمبر ايه. طبعا انت جيت من الاوردر عشان توصل لمين، للميديان. يعني احنا ماشيين بالعكس المره دي، الاوردر هو اللي وداني مين، للايه، الميديانز ايكوال وات. يبقى انت كده اما ان احنا نعمل دروينج للابر فقط، او نعمل دروينج لللور فقط، او ان احنا ناخد الاثنين في رسمه واحده، وفي الانترسكت بوينت هي دي اللي هننزل بيها ونشتغل ايه، ونطلع الميديانز بتاعتي. لو في الابر او اللور انت في الحاله دي بس بتشوف النمبر بتاعك كام، هبتدي اشوف الاوردر، يبقى النمبر ديفايدد 2 ايكوال، لو 30 هتبقى 30 ديفايدد 2 ايكوال 15. هروح للواي اكسس بتاعتي اللي هي بتعبر عن الفريكوانسي، واللي في الحاله دي بتعبر عن الاوردر. هروح اشوف ال15 واخدها وهمشي لغايه ما بقى انترسكت مع الكيرف، انزل بيها لغايه ما اروح اشوف يا ترى النمبر اللي بيقابلني ايه عند السيتس، وده بيكون هو مين، بيكون هو الميديان اللي احنا بندور عليه. اتمنى نكون كده خلصنا يعني جزئيه الالجبرا كامله، وفي الحالة دي احنا على استعداد ان احنا نشتغل الاكزامز اوف الجبرا، وطبعا بيقابلنا اشكال كتيرة جدا من البروبلمز بنحاول نتعرف عليها ونأكد المفهوم بتاعها. قبل ما نشتغل احبائي، طبعا احنا على اتصال دائم معاكم على الفيس او على الجروب بتاع القناة، بتقولوا لنا لو في درس معين بتحبوا ان احنا نأكد عليه فاحنا بنأكد عليه. لكن احنا ان شاء الله من السيشن القادمة احنا على استعداد كامل لان احنا نشتغل ايه، اكزامز. هنشتغل مع بعض ونحل امتحانات ونشوف يا ترى ايه نقاط الضعف والقوة اللي ممكن تقابلنا. نقاط القوة بنبقى مبسوطين بيها جدا طبعا وبنأكد عليها، ونقاط الضعف اللي انتوا هتدلونا عليها هي دي اللي نحاول نأكد عليها مرة واتنين، ونعيد ممكن صياغة الدرس مرة اخرى بطرق مختلفة لغاية ما تأكدوا لنا ان احنا كده
وصلنا للنتيجة المرجوة من المنهج بتاعنا وحل الإكزامز. أحبائي احنا كده بننتهي من السيشن النهاردة وبننتهي من منهج الألجبرا. كنا سعداء طبعا ان احنا ننهيه على خير، وان شاء الله نبقى سعداء اكتر ان احنا نقدر ناخد كمية من الإكزامز كبيرة تكون وافية لنا. أحبائي إلى أن ألقاكم دايما لكم مني أجمل المنى. إلى أن نلتقي، كان معكم إجلال واصف من مصر التعليمية. إلى اللقاء.